يا هلا فيكم في ترند. تحتفل الأمة العربية والإسلامية اليوم بالعام الهجري الجديد 1442، وبهذه المناسبة انهالت التهاني في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن طاقم عمل برنامج ترند نتقدم لكم بأجمل التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد، وعسى الله يعود علينا وعليكم كل خير. بسواعد أبناء الوطن أنجزت مملكة البحرين 1,000,000 مسحة أنفية لفحص فيروس كورونا كوفيد-19 منذ بدء إجراء الفحوصات بالمملكة، وهذه دليل على أن مملكة البحرين تسير بخطوات ثابتة نحو التصدي لفيروس كورونا بفضل الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد الهادفة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع. من عقب 25 عام على ظهوره، أعلنت مايكروسوفت عن توقف عمل متصفحها الشهير إنترنت إكسبلورر في نهاية نوفمبر المقبل. متصفح الإنترنت بدأ العمل في عام 1995، يعني من يوم ميلادي تقريباً، واللي كان ضمن برمجيات ويندوز 95. وبعدما كان المتصفح الأكثر شهرة إلا أن نسبة استخدامه اليوم ما تتعدى 4%، فيما يسيطر متصفح جوجل كروم على 71% بين المستخدمين. أربعة كراسي خشبية مكسورة صنعت عام 1778 تصدرت صورتها صفحات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي سبب بيعها بأكثر من 1,000,000 دولار. يقال بأن هذه الكراسي العتيقة كانت للأخ الأصغر للإمبراطور الفرنسي لويس 16 تشارل العاشر، وصنعت الكراسي لتأثيث حجرة نومه الشهيرة في قلعة باغاتيل الفخمة في العاصمة باريس، وكان من المتوقع أن يتم بيعهم بنحو 600,000 دولار، لكن ثمن بيعهم النهائي فاق كل التوقعات. وبهالخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة تقضونها في البيت مع أهلكم وأحبابكم. نلقاكم على خير.